السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده مع اسامه. بشكركم على التفاعل اللي تم مع حلقه الامس، وللاخوه المغاربه مشجعي فريق الوداد يعني بشكركم على سواء في تجاوز او في بعض التعليقات اللي كانت بتتكلم بشكل يبدو عليه المنطق ولكن كان لا يخلو من الاحترام، دول انا بشكرهم جدا. اما المتجاوز ملوش عند اي قيمه، ولا انا اصلا بحب التجاوز، ولكن يعني عشان اكون منصف وامين، بعض الاخوه من جماهير الوداد اتكلموا وقالوا اصل المباراه تم تحديد ملعب المباراه قبل ما يتم تحديد طرفي النهائي. هقول له الكلام ده عمليا ممكن يكون صحيح، لكن ملعب المباراه اتحدد بعد انتهاء مباراه الاهلي وفاق سطيف الذهاب بفوز النادي الاهلي 4-0، وانتهاء مباراه الوداد وبترو اتلتيكو في انجولا بفوز الوداد 3-1. اسال مليون واحد في كره القدم في افريقيا، قول له مين طرفي النهائي بعد مباراتي الذهاب سواء للاهلي او للوداد. ممكن يكون كلامك فعلا عمليا صادق، ولكن واضح جدا وانا وانت كلنا عارفين ان طرفي النهائي بعد مباراة الذهاب ما انتهت هما الاهلي والوداد. لكن خلاص مش هنقف في الموضوع ده كتير، احنا دايما الاهلي بنقلب الصفحه وبنحقق ان شاء الله نتائج افضل وايجابيه اكتر في المستقبل. وده استشهدت بكتير جدا لما قلت وقفنا قدام ايد انرامو ولامبتي 2009 و2010 وخرجنا من البطوله بظلم تحكيم فادح لحكم مرتشي ثبت رشوته وتم منعه من التحكيم مدى الحياة، وفي 2012 في رادس في نفس الملعب امام نفس الفريق برغم ان كانوا متعادلين معنا 1-1 في برج العرب قدرنا ناخد البطولة بالفوز عليهم 2-1. هو ده النادي الاهلي، بيوضح الحقائق ولكن لا يرتكن اليها كشماعات. بندوس وبنكمل، وبإذن الله بطولة أفريقيا الجاية من نصيبنا إن شاء الله لأننا نستحق. أنا بقى في بعض الأهلاوية اللي أنا اختلفت معهم ومختلف معهم بشكل كلي إن هم جايين على عمرو السولية. عمرو السولية يا جماعة يمثلني، أنت مختلف حقك تماما، لكن أنا بالنسبة لي عمرو السولية المشهد اللي عمله ده أبسط شيء ممكن يعمله لاعب تجاه التوجيه اللي تم لملعب المباراة. نروح للقصة المثارة بشكل كبير جدا وهي إيقاف قيد النادي الأهلي. بصوا عشان نكون واضحين كده، كلمة إيقاف قيد الزمالك وجملة إيقاف قيد الزمالك وتطبيق إيقاف قيد الزمالك اللي جاء من الاتحاد الدولي برغم كل الخروقات دي مر عليها سنوات، والاتحاد المصري لا أرى لا أسمع لا أتكلم بل أدعم أساند أغير لوائح من أجل أكثر قواعد من أجل نادي الزمالك. فلما يجي من الاتحاد الدولي إيقاف قيد لنادي الزمالك فبقت الكلمة مستصاغة وسهلة ونقدر نقولها على النادي الأهلي مع أي قضية أو أي غرامة أو أي فلوس مالية ممكن تصدر من حتى غرفة مناقشة. إحنا لسه الموضوع وصدر في يناير والأمر فيه مجالات كتير جدا. ايه هو الموضوع؟ اقول لك يا سيدي الموضوع بنود في التعاقد هيدرسفيلد، هو بيعير للنادي الاهلي رمضان صبحي زي ما بيحصل. لو اللاعب ده جاب 10 اجوال الجول اللي بعد 10 اجوال ممكن يبقى كذا، لو اللاعب ده حقق بطوله الدوري يبقى كذا، حقق بطوله افريقيا يبقى كذا. وحصل في مصر لما بيراميدز باع محمد مجدي قفشه للنادي الاهلي، لو النادي الاهلي حقق بطوله افريقيا يبقى ليه مليون جنيه لنادي بيراميدز يدفعها نظير انتقال، ده بونص على انتقال محمد مجدي قفشه، وقفشه هو اللي جاب القضية وجاب البطولة فدفعنا لنادي بيراميدز او اتصفت المبالغ اللي بيننا وبين نادي بيراميدز، فده طبيعي جدا بس عشان تكون الامور هادية. طب النقطة التانية ايه؟ الموضوع ده من شهر يناير، ايه بقى اللي طلعه دلوقتي؟ لكن قبل ما نقول ايه اللي طلعه دلوقتي خلينا نقول اصلا ايه القصة. ما القصة 150 الف استرليني على الدوري و150 الف استرليني على دوري ابطال افريقيا اللي شارك فيهم رمضان صبحي ولكن لم يكمل البطولتين للنهاية، كان الموضوع انتهى قبل ما لم يكمل البطولتين ولكن هو شارك. ده بقى امر هيدخل في نقاش وهيدخل بقى النادي الاهلي يستأنف ويبعت للمحكمة الرياضية وقصة كبيرة جدا. طب هترسي على ايه القصة دي؟ والله رست على غرامة، رست على ان النادي الاهلي اللاعب لم يكمل البطولتين وبالتالي لم يعني يحقق البطولتين مع النادي او ما كانش له دور مؤثر في البطولتين. ده الكلام اللي هيكون فيه عبارة عن قضية خاصة بقى بالنادي الاهلي واستئناف النادي الاهلي، ثم بعد ذلك ننتظر قرار المحكمة الرياضية، ثم بعد ذلك نشوف ممكن هنعمل ايه، وفي النهاية يوم ما ترسي على ان هندفع المبلغ النادي الاهلي غير كل الاندية اللي بيجي لها ايقاف قيد، النادي الاهلي هيدفع المبالغ اللي عليه. بس امر بسيط جدا سهل جدا. الازمات بتاعت ايقاف القيد دي لا تتعلق بالنادي الاهلي، الازمات بتاعت الدفع المستحقات للانديه او للاعبين ملهاش علاقه بالنادي الاهلي. تاريخ النادي الاهلي بيقول كده ومفيش وقعه هتكون في تاريخ النادي الاهلي بالشكل ده عشان نصل لايقاف القيد. ارجوكم ركزوا مع ال 17 مليون دولار، ال 17 قضيه مدربين ولاعبين وانتقالات خارجيه وداخليه وازمات
ولسه ما بنشوفش غير ان الدنيا بتمشي عادي جدا والتراخيص بتطلع عادي جدا للمشاركه في البطولات القاريه عادي جدا وتيجي غرامات على الاتحاد عادي جدا. فاطمنوا موضوع رمضان صبحي تم اثارته بقى ليه؟ لان رمضان صبحي بيمر بازمه مع نادي بيراميدز ومع مدير فني لنادي بيراميدز والاستبعاد اللي حصل لما سبق واتكلمت لحضراتكم وقلت لكم اتقال ان هو مستبعد بحجه الاصابه وهو كان بيناقش او مدعو لمناقشه رساله دكتوراه الدكتور مجدي كامل الفنان الاهلاوي. يعني الامر بسيط جدا. طب ايهاب جلال من كان بيدرب نادي بيراميدز عنده بعض اللاعبين مميزين، رمضان صبحي من ضمن القائمه دي. طب رمضان صبحي مصاب ولا مش مصاب؟ لو حطوه في قائمه المنتخب هيروح هيخضع للفحص الطبي في المنتخب فيصدر قرار ان اللاعب سليم. طب اللاعب مستبعد ليه؟ اصل اللاعب عنده ازمه فنيه. طب اللاعب عنده ازمه فنيه ليه؟ لان تركيز جونياس ما عجبوش الاشاره اللي بتطلع والاعتراض اللي حصل من رمضان صبحي. طب نادي بيراميدز عاوز ايه؟ عايز يخلص من رمضان صبحي. قصه كبيره تتعلق بالجانب الفني. فهنطلع قصادها بايه؟ نروح بالخبر حقيقي. بالمناسبه الخبر حقيقي، القرار حقيقي والقرار طالع في يناير 2022، لكن اثارته حاليا وصل للمرحله دي فبدا خلاص طلع على السطح، فكل الاعلاميين بعد كده هيتناولوه وده طبيعي جدا. لكن اساس الخبر بالتاكيد طالع من صحفيين يعني لهم بعض العلاقات والانتماءات مع نادي بيراميدز، رفع الضغوط شويه عن رمضان صبحي. ولكن بالنسبه ما يخص النادي الاهلي اطمنوا، بما اننا بنتكلم عن رمضان صبحي وكنت اتكلمت عن فتيات الذهب امبارح بشكل مقترب كده، وان بشكر القصه اللي حصلت دي من احمد مرتضى منصور عشان يفتح المجال لاي لاعب يروح النادي الاهلي، وكان من ضمن اللعيبه ده زيزو. فبعض الناس قالوا لي ده زيزو والد زيزو طلع قال ولا في احلامكم. انا عايزكم تتاكدوا يا جماعه والد زيزو قال كده فعلا، يعني اتاكدوا منه، اتاكدوا من والد زيزو تحديدا، لان والد زيزو تحديدا في فتره اللجنه المؤقته كابتن حسين لبيب كان هو العنصر الاساسي والقوي والمهم والمتحايل، لا مش متحايل، ده بيتحايل على القانون، لا بيتحايل ان ابنه يجي النادي الاهلي. فاللي يطلع يقول لك ولا في احلامكم، اعتقد يا جماعه الكلام ده انا وجهه نظري، لا الراجل ما قالوش مستحيل، لكن لو قالوا يا اما بقى بيتحايل المره دي على اللي هو عمله في يناير وقت ما كان موجود الكابتن حسين لبيب، يا اما خبر فرقعه كده وبيقول كلام هو نفسه مش مقتنع بيه، لان هو نفسه اللي بيعرض ابنه على النادي الاهلي، والكلام واضح وصريح. النادي الاهلي كان قبل فتيات الذهب خلص نفسك يا ابني بعيد عننا، انت فاهمني؟ ولما جاي خلصان كان في امور اخرى منعت انتقال زيزو للنادي الاهلي. فما ينفعش يطلع يقول ولا في احلامكم، لان الاحلام متعلقه بيك وبزيزو وباي لاعب هو اللي يحلم بارتداء تيشيرت النادي الاهلي. من حقك طبعا الاحتراف، من حقك تختار النادي اللي انت عايزه، من حقك تختار مصلحتك زي ما العسقلاني اختارت مصلحتها وقالت انتوا زعلانين ليه كجماهير النادي الاهلي، انا جيت النادي الاهلي من اجل مصلحتي ورحت نادي الزمالك من اجل مصلحتي. وده شيء امر طبيعي جدا لان والدها كان لاعب سابق فريق الطايره في نادي الزمالك، ولكن كان فريق الطايره في نادي الزمالك يعني شبه معدوم مفيش، فبالتالي كانت بتلعب في النادي الاهلي. ولكن من حق الجماهير يغضب، لا زي من حق الجماهير انها قدرتك وشجعتك تتحملي، وانت حرة في اختيار قرارك ومصيرك. ولكن الامر الغريب بالنسبة لي هي مريم متولي، يعني الحقيقة يعني بتقول انا تربيت 18 سنة في النادي الاهلي والنادي الاهلي سيظل عشقي، ولكن تحدي جديد وطموح جديد. انت بتكرري رمضان صبحي تقريبا يعني. والجميل كمان في الموضوع ان يعني صفحات بقى النادي الاهلي، العاب صلاة النادي الاهلي والصفحات دي وصلاة النادي الاهلي دخلوا على تويتر عندها اللي هي قفلته، لقوا كمية إساءة لنادي الزمالك استعرضوها شيء غير طبيعي. انت ممكن تختلف وتتكلم وتناغش جماهير نادي الزمالك وفرقة نادي الزمالك تقول اصل درجات حرارة الجو اعلى من بطولات الزمالك، كلام من هذا القبيل، لكن يعني قالت حاجات على تويتر مش ممكن يعني اتهمت، يعني مش اتهمت، تجاوزت في حق نادي الزمالك. يعني لما تقول انا اسف ان انا اقول حاجه من اللي قالته عشان بس يكون الامر وزت، ولا اقول مش هقول حاجه هحط لكم التويتات اللي هي منتشره عندها قبل ما تقفل الاكونت، ومع ذلك راحت نادي الزمالك حقها طبعا تبحث عن مصلحتها الماديه خلاص. بس من حق الجماهير اللي هو تعامل معاك بدرجه من التقدير ان هو يتعامل معاك بدرجه من الغضب زي ما بيحصل، ده طبيعه الحياه، لكن حقك حقك اكيد. اما دانا كان عندها خلاف مع كابتن حمد الصافي وقالت يعني كان عايزه طلبت ان الكابتن حمد الصافي يسيب الاداره الفنيه، وده طبعا مش موجود في النادي الاهلي. فاربع لاعبات مبروك لنادي الزمالك عليهم، ربما يمكن يحققوا بطوله في العاب الصالات اللي
بيسخروا لها مبالغ مالية كبيرة جدا وملايين الملايين، برغم ان الازمات يعني واضحة للجميع. من كام شهر كان في ازمات، فما علينا الفلوس دي جاية منين، لكن على الاقل الفلوس دي حاولوا يعني ايه توفروا جزء لانس اسامة، لان انس اسامة بعد ما طلع احمد فاضل منصور قال ان هو وقع معانا، فطلع الولد قال عبر في الجول ده فيديو قديم ومحمد مصلحي، وبدأت جماهير الزمالك تتعرض لانس اسامة بالسباب، وبدأت جماهير الزمالك تكلم رئيس الزمالك على التعاون المشترك اللي بيحصل في عارة اللاعبين مع محمد مصلحي، وقصة كبيرة جدا مع لاعب هم قلقانين جدا لانهم لا يمكنهم تعويضه، فدخلوا انس اسامة معهم، خسروا كل بطولات الموسم الماضي، فجابوا مرعي ربما يكون في احسن حالا الموسم القادم، لكن باذن الله اطمنوا على العاب صلاة النادي الاهلي سواء رجال او سيدات. ده بالنسبة لموضوع العاب الصلاة. عندنا موضوع تاني يعني انا بشوف لو هو حقيقي يعني لابد من وزير الشباب والرياضة ان هو يعني يتدخل، معلش يعني حاول تتدخل وتيجي على نادي الزمالك، او مش تيجي على نادي الزمالك، ترد نادي الزمالك عن اهانة لرمز من رموز الرياضة المصرية الدكتور حسن مصطفى، حتى لو تم التحايل. يعني خلينا نتأكد الاول هل ده فعلا مجمع توليد حمامات او توليدات زي ما كانوا كاتبين والصورة المنتشرة عبر المواقع دي حقيقية ولا لا، ده رقم واحد. ومش هنقبل ان حد يطلع يقول هو مين قال لكم اصل ده الدكتور حسن مصطفى، او مين قال لكم ان ده حسن مصطفى اللي مقصود، ولا الكلام ده حسن مصطفى ده اللي كان بيلعب عندنا اللي جام الاهلي ولعب عندنا في وسط الملعب مع نادي الزمالك، هو حر لو القصة دي، لكن اعتقد واضح جدا الاهانة مصدرة لمين ومقصود بها مين، وده عيب وما يصحش لان ده نادي حكومي، والدكتور حسن مصطفى رئيس اتحاد دولي يعني رمز مشرف للرياضة المصرية، الصمت من خلال وزير الشباب والرياضة هيكون غير مقبول على الاطلاق على الاطلاق. لو الموضوع ده ثبت صحته هيكون الامر غير مقبول على الاطلاق. يعني اعتقد عانينا كتير جدا 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 مع سيادة الوزير الدكتور اشرف صبحي، وقلنا انتماءه غالب، لكن كمان يتم التعرض بالاهانة. حاولنا كتير مع نادي القرن والسطو على لقب النادي الاهلي واتهام النادي الاهلي ومجاملات النادي الاهلي ولا يحرك ساكنا. حضرتك المفترض مسؤول عن الرياضة المصرية، والمفترض وانت مسؤول عن الرياضة المصرية تحاول تسيب بصمة للرياضة المصرية، بدل ما احنا بقى شكلنا سخيف جدا 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 في قارة افريقيا اللي احنا احد مؤسسين اتحاد كرة القدم الافريقي. احنا تراجعنا في عهدك يا دكتور اشرف صبحي بشكل بائس بشكل بائس، ولولا النادي الاهلي وحده دون دعم او دون مساعدات او دون حقوق كان شكل الكرة المصرية اكثر بؤسا. النادي الاهلي على الاقل حق اخر من اخر ثلاث نسخ، حق نسختين لدوري ابطال افريقيا، ساهم مشارك في كاس العالم للاندية بمحفل دولي وحق برونزيتين. اعتقد ما دون ذلك الرياضة المصرية على المستوى الاداري وعلى مستوى الانجازات وضعها مغزي للغاية، فأتمنى إيقاف هذه المهزلة. والتأكيد عشان أنا ما بقولش عشان ما شفتش بعيني ما أقدرش أقول حصلت ولا لا، ده لو حصل إهانة غير مقبولة على الإطلاق. ده نقطة كانت مهمة جدا بخصوص موضوع الكابتن حسن مصطفى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. أخيرا المذيع، انا ما بحبش والله الاساءة، بس هو بيسيء لنفسه دايما، المذيع، اكتفي بالمذيع اللي اتعامل مذيع وخرج السنة اللي فاتت يقول اياك يا مجاهد، اياك يا احمد يا مجاهد تأجل مباراة الاهلي والزمالك عشان في 6 اصابات، ولو احنا كنا بنطالب بتحكيم اجنبي، وهم عمرهم ما بيطالبوا بتحكيم اجنبي لان عارفين نتيجة المطالبة بتحكيم اجنبي هتوصلهم لفين، احنا عايزين تحكيم مصري واياك تأجل المباراة. يا سيد الفاضل كان في مباراه مؤجله، لا هنلعب، ده انت عايزين تحكيم اجنبي، لا هنلعب بالمصري، اتغلب تمام. وصلنا للمباراه الثانيه في عدد مباريات مؤجله والزمالك عادي فارق، هنلعب يا عم هنلعب، تعادل 1-1 بعد ما كان ان الاهلي متقدم، ولولا التحكيم المصري الحكم امين عمر ومحمود عاشور كانت ركله جزاء رام ربيع فرقت جدا في نتيجه اللقاء. طب يعني انت لعبت مع الاهلي والاهلي كان له مباراة مؤجلة الموسم الماضي
وطلعت بعد كده وقلت ان انا مش هلعب الا لما الاهلي يلعب مؤجلاته. واللي حصل ايه؟ اللي حصل ان حسين لبيب رئيس اللجنه الثلاثيه طلع قال ان اتفقت مع احمد مجاهد ومع كارتيرون اننا نضغط النادي الاهلي ونحط رود على النادي الاهلي ونضغط لعيبه الزمالك ونفضل نلعب لحد ما نكسب، ولو وقفنا في مباراه هنطلب بعد كده التأجيل لغاية لما الأهلي يلعب. وحصل وضغطوا النادي الأهلي. السنة دي نفس المذيع اللي اتعمل مذيع بيتكلم عن ان قضية عادلة وده تكافؤ فرص، الاهلي يلعب مؤجلاته ونأجل ماتش الاهلي والزمالك، اصل عندنا محمود علاء عنده انذارين، عنده انذارات تراكم انذارات، وده مش فير وده ما فيهوش تكافؤ فرص. انتوا متخيلين؟ انا اتقبل جدا ان انت تكون مذيع بعين واحدة، لكن يكون حتى عندك خلل في العين الواحدة اللي انت بتشوف بيها فبتتقسم اتنين؟ يا راجل انت ازاي تقدر بتبص لنفسك في المراية وانت بالتناقض ده؟ ده انت لما بتتكلم 3 دقايق اول دقيقة بتتعرض مع الدقيقة التالتة والدقيقة التانية انت راكب المرجحة بين ده وبين ده في النص. انت ازاي كده بجد والله؟ ازاي كده؟ ازاي قادر تطلع تتكلم عن حاجة اسمها عدالة وانت مفهوم العدالة عندك حاجة واحدة بس، هو ظلم النادي الاهلي؟ يا عم لو انت خايف عشان محمود علاء غايب احنا ممكن نطالب رابطة الاندية واتحاد الكرة يا جماعة لعبولنا محمود علاء احنا بنتفائل بيه. لو ازمتك محمود علاء، لو ازمتك مبدأ، فانا اسف انت ما عندكش مبدأ، لان السنة اللي فاتت كان مبدأك مختلف. لعبت النادي الاهلي عنده مؤجلات عشان كان عنده اصابات، فده مش مسألة مبدأ خالص. لو مسألة توجيه فانا هنا هعذرك ان التليفون جالك رسالة الواتساب وهنا هتقول ده مش افترا ده عدالة، وانا عذرك لان انت هنا في الوقت ده انت فبتطلع تقول اي حاجة. احنا مستعدين نلاعب الزمالك اي وقت بمحمود علاء ومن غير محمود علاء، بس انت خفض حدة العياط شوية. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع.